بل قال قائل: جاء عند البخاري أن زوجة الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم واسمها فاطمة بنت الحسين ابن علي، يعني ابنة عمه، لما مات الحسن ابن الحسن أمرت بأن تضرب قبة عند قبره وظلت سنة. ويلزم من هذا كما قال البخاري رحمه الله، يلزم من هذا أنها إذا ظلت سنة في هذه القبة أن تتعبد لله عز وجل، أن تصلي، أن تصوم، أن تذكر الله، أن تدعو الله. فلما ظلت سنة نادى منادي: هل وجدوا ما فقدوا؟ فقال آخر: بل يئسوا فانقلبوا. فأمرت برفع هذه القبة التي هي خيمة. ما التوجيه لهذا الحديث وهذا الفعل؟ توجيه أن هذا فعل لم تقر عليه، بدليل هذا النداء الذي أرسله الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله: إما من الملائكة وإما من مسلم الجن، لأن مثل هذه العبارة التي قيلت لها عبارة إقرار أم إنكار؟ إنكار. الأمر الثاني أنها جلست من باب ما يفعله الشعراء في محاكاة الأضلال والمنازل، لا من أجل التقرب. وعلى كل حال فليس في هذا دليل لمن تعلق بالقبور، إنما هو عليهم لما لأنه قيل لها: أوجدوا ما فقدوا؟ قال: لا، بل يئسوا فانقلبوا.